موجز الثالثة من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعرب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن إدانته واستنكاره صور الانتهاكات المتكررة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى. وقال رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم إن اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى الشريف وما صاحب ذلك من اعتداءات سافرة على المصلين ما هو إلا تعد صارخ على حرية العبادة التي كفلتها المواثيق الدولية كافة. عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء ثنائيا مغلقا مع نظيره اليوناني نيكوس دانديس في مستهل زيارته إلى أثينا. كما عقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرا صحفيا مع نظيره اليوناني في العاصمة أثينا، حيث أكد الوزيران عمق وتاريخية العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية استمرار وتيرة تشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك الشرق المتوسط وعلى المستوى الإقليمي والدولي، وسعينا هو لتحقيق مصالح شعوبنا وازدهارها وإيجاد وسائل التعاون التي توفر ذلك. العلاقة بتوصف، وأحيانا نجد صعوبة في التعبير عما تتسم به من قوة ومتانة، فنشير إلى في بعض الأحيان إلى أنها علاقة استراتيجية بالمفهوم الكامل لهذه الكلمة فيما يتعلق بمجالات التعاون السياسي، الأمني، العسكري، الاقتصادي، والرغبة المشتركة لاستمرار العمل على تدعيم هذه العلاقة. هذه علاقة استراتيجية يستخلص كل من البلدين بشكل متساوي مصالحه من خلالها، ولكن هي علاقة استراتيجية مبنية على مبادئ من حسن الجوار، من الاحترام المتبادل، من العمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار، وأنها ليست موجهة لأي أهداف أخرى إلا هذا الذي ذكرته وأكدتم أنتم عليه خلال كلماتكم. عندما أشرتم إلى الترشيح المتبادل والدعم المتبادل للترشيحات، فهي دول قليلة التي نجد فيها هذا التبادل من التأييد المطلق دون مقابل ودون الانتظار لمقابل، ولكن من منطلق الثقة التي تولدت خلال السنوات بأن من يمثل مصر في المنظمات الدولية هو أيضا يمثل اليونان، والعكس صحيح، وهذا ما سوف نستمر عليه، وهذا أيضا سمة من سمات العلاقة الاستراتيجية القائمة. مجالات التعاون اللي نسعى إليها في هذه المرحلة طبعا مرتبطة بالربط الكهربائي بين مصر واليونان ومن خلال اليونان إلى القارة الأوروبية، الاستفادة من الزخم الذي تولد من مؤتمر تغير المناخ كوب 27 الذي عقد في مصر، الاعتماد المتزايد على الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة النظيفة، في إطار الحرص على الحفاظ على انخفاض درجة حرارة الكوكب والحفاظ على الكوكب للأجيال القادمة، ما تستطيع أن توفره مصر من طاقة من خلال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الهيدروجين الأخضر، وتوفيره إلى أوروبا يعزز من العلاقات التجارية والاقتصادية فيما بيننا، ولكن أيضا يؤكد مرة أخرى الامتزاج والاعتماد المتبادل فيما بين الطرفين. أيضا منتدى غاز الشرق المتوسط وما يوفره من تنوع لمصادر الطاقة من المجالات الهامة في إطار العلاقات بين البلدين. تابعنا مع حضراتكم جزء من المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس دانديادس. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.